جاوسن إليمينيشن أند جاوس جوردن إليمينيشن. بداية هنا بدنا نعرف إيش المقصود بالأوغمانتيد ماتريكس. موجود أمامنا سيستم أوف لينير إيكويشنز. الأوغمانتيد ماتريكس يا جماعة هو عبارة عن جزئين، يعني هذا الماتريكس هو عبارة عن جزئين. الجزء الأول هو عبارة عن مدخلات الماتريكس A، وعرفنا مدخلات الماتريكس A إن العمود الأول معاملات X1، العمود الثاني معاملات X2، العمود الأخير معاملات Xn، والجزء الثاني بهذا الماتريكس اللي هو الطرف الأيمن بالسيستم اللي احنا سميناه ماتريكس B. إذا الأوغمانتيد ماتريكس هو عبارة عن جزئين، الجزء الأول الماتريكس A والجزء الثاني الماتريكس B. This is called the augmented matrix for the system. إذا هذا بنسميه augmented matrix للسيستم. طيب عندنا هنا الإيشيلون فورمز هم عبارة عن جزئين، raw echelon form و reduced raw echelon form. طيب راح نوضح الـ raw echelon form و reduced raw echelon form عن طريق الإكزامبل. يعني ما راح أعطيك أنا تعريف، راح يصير التوضيح عن طريق الإكزامبل. بدنا نعرف متى الماتريكس بنسميه raw echelon form ومتى بنسميه reduced raw echelon form. Example, which of the following are in raw echelon form? عنده number 1, 2, 3, 4, 5, 6. طيب ايش هو يا جماعة raw echelon form؟ بداية باجي على الفيرست رو. أول ما يظهر الواحد احنا بنسميه leading one. Leading يعني قيادي. Leading one يعني اللي هو انه ظهر عندي الواحد في البداية. أول ما يظهر الواحد لازم الأسفل منه يكون زيرو. فلاحظ هنا الـ R1 ظهر عندي الـ leading one والأسفل منه زيرو. طيب نيجي على الـ R2، لاحظ هنا ظهر عندي أنا الـ leading one الأسفل منه زيرو. نيجي على الـ R3 ظهر الـ leading one لكن ما في عندي أنا صفوف تحت الواحد، لأن عندي أنا فقط هنا عدد الروز هما ثلاث. فبالتالي يا جماعة لما يظهر عندك الليدنج 1 والأسفل منه هو عبارة عن زيرو يسمى raw echelon form. طبعا هذه الملاحظة الأولى. طبعا بعد ذلك راح نحكي عن ملاحظات ثانية. طيب نيجي على نمبر 2. طبعا إذا مش فاهم مباشرة ارفع إيدك حتى تكون الأمور واضحة أكثر عندك. نمبر 2 نبدأ يا جماعة بالفيرست رو. ظهر الليدنج 1 ظهر الأسفل منه زيرو، نعم. باجي بكمل على R2 السكند رو، ظهر الواحد أوكي الأسفل منه زيرو، الأسفل منه ليس زيرو، إذا معناته هو ليس raw echelon form. مرة ثانية ليش ما سميناه raw echelon form؟ لأن الواحد لما ظهر الأسفل منه ما كان زيرو. إحنا حكينا شرط لازم يكون الأسفل منه زيرو. طيب نيجي على نمبر 3، ظهر عندي الليدنج 1 الأسفل منه زيرو، ظهر عندي إذا هون بالنسبة للR1، الR2 ظهر الليدنج 1 والأسفل منه زيرو، إذا معناته يا جماعة يسمى raw echelon form. ممكن تحكي لي طب هون الR3 ما ظهر شيء، يعني جميع المدخلات كانت زيرو. هون بعطيك ملاحظة ثانية إنه إذا كانت الماتريكس الصفوف الأخيرة بهذا الماتريكس إذا كانت زيرو يبقى raw echelon form. طب متى ما بيكون raw echelon form؟ إذا كان عندي الصفوف المدخلات زيرو كانت بالوسط. كيف يعني بالوسط؟ يعني زي هيك يا جماعة، لاحظ هون أنا عندي الـ R2 جميع مدخلاته زيرو. إذا مباشرة لما أشوف عندي ماتريكس بالوسط هذا الماتريكس عندي صفوف جميع مدخلاتها زيرو، إذن هو ليس raw echelon form. مسموح إنه يكون في نهاية الماتريكس الصفوف تكون زيرو، يعني يكون صف أو أكثر من صف، لكن لازم يكون في نهاية الماتريكس وليس في وسط الماتريكس. تفضل يا حسن. دكتور بس بدي أسألك لو سمحت، لو ما وجد الواحد بالمرة وكان آخر صف كله صف
يعني قصدك هون لو كان ما في واحد لو كان زيرو. وكمان الصف الأول كمان ما كان في واحد. طب خلينا نناقش حالة حالة. الحالة الأولى إنه يا جماعة لو كان هون بدل الواحد لو كان زيرو. صحيح. طب الحالة كيف شو بدنا نعمل؟ بجعل R1 مرة ثانية، R1 ظهر الواحد والأسفل منه زيرو، أوكي تمام. طب تعال هنا لاحظ الـ R2 والـ R3 جميع مدخلاتهم زيرو، احنا حكينا إذا نهاية الماتريكس كان مدخلات الصفوف عبارة عن زيرو يبقى رو إيشيلون فورم. تمام. واضح؟ لكن ما يكون في وسط الماتريكس. الحين الحالة الثانية بيحكي عنها حسام إنه لو كان مثلا هون يا جماعة مش واحد، لو كان اثنين مثلا هون. ايوه هون يا جماعة لاحظ عندك هون بجعل R1 حكينا بده يظهر مين؟ لازم يظهر الليدي 1. هون الواحد ما ظهر. ما ايوه بالتالي ما انه ما ظهر، اذا تمام. مباشرة هو ليس رو ايشيلون فورم. يعني دكتور لازم يظهر معي. ايوه بده يظهر ولازم الاسفل منه يكون زيرو. تمام، شكرا لك دكتور. مريم تفضلي. مريم دكتور لازم اللي تحت الواحد يكون بس صف واحد يكون صفر ولا كلهم لازم يكونوا اصفار؟ اللي تحت الواحد كلهم كل جميع المدخلات، جميع المدخلات اللي تحت الواحد لازم تكون زيرو. تمام جميعها لازم تكون عبارة عن زيرو. طيب نكمل نمبر 4. عندك هنا ظهر الليدنج 1 بالار 1 والاسفل منه زيرو. طيب تمام بنكمل الار 2 ظهر الليدنج 1 تمام، طبعا تحتي ما في شيء، بالتالي يا جماعه يسمى روشن فورم لانه ما في تحتي، لانه ما في تحتي مدخلات، ما في عندي صفوف تحت الواحد. طب السؤال لو كان بدل الواحد اثنين هنا او اي عدد غير الواحد مثلا اثنين، هل يسمى روشن فورم؟ اتفضل يا حسن. دكتور اتوقع لا. ممتاز، لا يسمى روشن فورم لان حكينا يا جماعه انه بعد ما يظهر الواحد لازم تحتيه زيرو، يعني لازم الواحد يظهر. اوكي بالتالي اذا ما ظهر مباشره لا يسمى روشن فورم. طب نكمل نمبر 5. تفضل يا راف. دكتور ما فهمت رقم 4، ليش لو كان 2 ما بنفع؟ لان حكينا لازم بكل صف يا رهف لازم يظهر الواحد. يعني رقم واحد على الاقل لازم يكون بكل صف. ايوه يعني لازم، يعني انا هون يعني باجي مثلا على الار 1، الار 1 ظهر الواحد وتحتيه زيرو تمام، بس بالصف الاخير مش لازم. لا الحين باجي على الار 2، الار 2 الحين انا في عندي زيرو، انا ما انا شغلي مش بالزيرو، شغلي ما بعد الزيرو، ما بعد الزيرو عندي هنا واحد، اذا معناته حقق الشرط. ايوه لكن هنا طبعا ما في تحتي عناصر حتى نقول لازم يكون تحتي، لازم يكون الاسفل منه زيرو، ما في عندي انا صفوف تحت الواحد. السؤال شو كان هون يا رهف؟ لو كان بدل الواحد اثنين بالتالي لا يسمى روشن فورم لان حكينا لازم يظهر الواحد، لازم يكون واحد. خلص تمام. اوكي تفضل يا عمر. عمر الله دكتور فتحت المايك لي. تفضل يا ربيع. تسلم دكتور. دكتور لو كان مكان الزيرو اثنين، طيب لو كان مكان الزيرو اثنين. بالضبط. طيب بدنا نسمع من زملاء. ما راح تحقق صح؟ ايوه لا يسمى روشن فورم. ليش طيب يا عمر؟ ليش يا ربيع؟ لا لانه حكينا لازم يعني تبدا بواحد ويكون زيرو، بعدين يكون في الصف اقل شيء واحد بعد الزيرو. ممتاز، يعني لو حكينا بالار 1 ظهر الواحد لازم شيء يكون اللي تحته زيرو. تمام. شو ظهر عندك اثنين؟ اذا معناته لا يسمى روشن فورم. تمام دكتور. طيب نكمل نمبر 5. عندك هون الار 1 ظهر الواحد والاسفل منه زيرو. تمام. لو جينا على الار 2 لاحظوا يا جماعه جميع الار 2 زيرو، ولاحظ وين المدخلات الزيرو جايه في منتصف الماتريكس، بالتالي بهذه الحاله لا يسمى روشن فورم.
طيب لو كان بدل الواحد زيرو هون يا جماعة شو رأيكم؟ نسمع من فراس العجلوني. تفضل يا فراس الجولاني. عفوا تفضل دكتور ريش لو نفهم صح. لو كان بدل الواحد لو كان بدل الواحد زيرو هل يسمى راشن فورم يا فراس؟ دكتور ممتاز يسمى راشن فورم. لو حكينا يا جماعه اذا كان نهايه الماتريكس جميع المدخلات زيرو يسمى راشن فورم. الملاحظه الثانيه انه الزيرو ماتريكس دائما هو عباره عن راشن فورم. الزيرو ماتريكس يسمى رو اشيرن فورم. اذا معناته الى الان الملاحظات اللي مرت معايا انه بعد ظهور الليدنج 1 لازم الاسفل منه يكون زيرو. الملاحظه الثانيه حتى يكون رو اشيرن فورم لازم يكون في نهايه الماتريكس او المدخلات نهايه الماتريكس لازم تكون عباره عن زيرو. والملاحظه الثالثه انه الزيرو ماتريكس يسمى رو اشيرن فورم. طيب نمبر او الاكزامبل اللي بعده which of the following are in reduced row echelon form. احنا reduced row echelon form شو بفرق عن الرو echelon form؟ انه لازم يكون الاسفل منه والاعلى منه لازم يكون زيرو. يعني بعد ما يظهر الليدنج 1 الاسفل منه والاعلى منه لازم يكون زيرو. طيب نبدا بنمبر 1. نمبر 1 الار 1 ظاهر عندي الواحد اسفل منه زيرو، طبعا اعلى منه ما في مدخلات حتى نقدر نحكم عليها. طب ننتقل الى الار2، الار2 ظهر الواحد اسفل منه زيرو واعلى منه زيرو. الار3 ظهر الواحد طبعا اسفل منه ما في عندي مدخلات، الاعلى منه جميع المدخلات زيرو، اذا يسمى reduced row echelon form. طيب نمبر 2. نمبر 2 عندي هون الـ R1 ظهر الواحد والأسفل منه زيرو. الأعلى منه ما عندي مدخلات. الـ R2 ظهر عندي الواحد أسفل منه زيرو وأعلى منه زيرو. إذا معناته يسمى Reduced Row Echelon Form. نلاحظ يا جماعة نهاية الماتريكس جميع مدخلاته عبارة عن زيرو. طيب لو كان هون بدل الزيرو واحد شو رايكم؟ هل يسمى ريديوس رو اشيلون فورم؟ سارة عماد تفضل يا سارة. إيه لا ما بتسمى، لازم كله اصفار يكون. ممتاز، لازم يكون جميع المدخلات زيرو. طبعا السبب انه هون عندي الواحد حكينا لازم يكون الاسفل منه زيرو، فانا هون عندي ليس الاسفل منه كلهم عباره عن زيرو. في عندي هنا كان واحد. طيب ننتقل إلى نمبر 3. نمبر 3 عندي هنا ظهر الليدنج 1 بالآر 1 الأسفل منه زيرو. الآر 2 ظهر عندي الليدنج 1 الأسفل منه زيرو والأعلى منه زيرو، وبالتالي لا يسمى رو اشيلون فورم. طب ليش؟ بعطيك ملاحظة رقم 4. ملاحظة رقم 4 يا جماعة لازم يكون في ترتيب في الليدنج 1. كيف يعني؟ يعني مثلا لو جينا على الاكزامبل الأول لاحظ إنه هنا ظهر، شوف هنا لما ظهر بالصف الأول كان وين ترتيبه؟ بالعمود الأول. لما ظهر بالصف الثاني كان ترتيبه بالعمود الثاني. لما ظهر بالصف الثالث كان ترتيبه بالعمود الثالث. يعني لاحظ كل واحد ظهر أنا عندي في عمود. يعني هذا العمود الأول بعدين العمود الثاني العمود الثالث، لكن لاحظ هنا ظهر صح بالآر 1 وبالعمود الثاني، لكن لاحظ هنا بالآر 2 ظهر وين كان موجود؟ بالعمود الأول. إذا يا جماعة حتى يظهر لازم يكون بالعمود اللي بعده، يعني ممنوع يكون تحتيه وممنوع يكون ما قبله. إذا بده يظهر الليدنج 1 لازم يظهر بالعمود اللي بعده. مرة ثانية، ليش نمبر 3 ليس reduced row echelon form؟ بسبب انه الواحد لما ظهر في عمود
ما قبل العمود اللي ظهر فيه الواحد الموجود بالصف الأول. ممكن تسأل هذه الملاحظة أيضا موجودة للرو اشلون فورم؟ نعم أيضا هذه ملاحظة للرو اشلون فورم. احنا حكينا يا جماعة فقط الاختلاف إنه الرو اشلون فورم بده يكون الأسفل منه زيرو، الريديوس رو اشلون فورم بده يكون الأسفل والأعلى منهم عبارة عن زيرو. طب بالنسبة إلى نمبر 4 شوف ظهر عندك هنا الليدنج 1، من المفترض تكون جميع المدخلات الأسفل منه زيرو، عندي هنا ظهر واحد فبالتالي لا يسمى روشن فورم. طب لو رجعنا على نمبر 3 لو كان هنا بدل الواحد زيرو وبدل الزيرو واحد هل يسمى ريديوس روشن فورم؟ تفضل يا رهف. دكتور بزبط بصير مرتب ولا لا؟ لا لا بصيرش مرتب. يعني يعني ريديوس ولا مش ريديوس؟ لا مش ريديوس، لانه بالصف الثاني الواحد لازم يكون، قصدي بالعمود الثاني الواحد لازم يكون بالصف الثاني مش بالعمود الاول عشان يصير مرتب. طب نسمع من ريم. ريم مصطفى بيصير ريديوس لأنه العمود الأول واحد تحت صفر والعمود الثاني فوقيه وتحت صفر، فإذا بزبط. ممتاز. إذا هو يا جماعة عبارة عن ريديوس روشن فورم. ليش ريديوس روشن فورم؟ لأنه هنا نيجي مرة ثانية الـ R1 ظهر الواحد الأسفل منه زيرو، الـ R2 عندي هنا زيرو زيرو ظهر عندي هنا الواحد، بما أنه ظهر عندي هنا الواحد لازم يكون الأسفل منه والأعلى منه هو عبارة عن زيرو. بعدين لاحظوا يا جماعة شوف لاحظوا هنا الواحد كان بالعمود الثاني وهنا ظهر بالعمود الثالث، يعني في ترتيب هنا، فبالتالي يسمى reduce rotation form. طيب لو عملنا تغيير لو كان لو هنا ظل زيرو وهنا عبارة عن واحد بدنا ناس جداد يا جماعة. ديانا خالد تفضلي. ديانا بصير دكتور ريديوس بضل. اذا بصير يا ديانا. ايوه بضل. طيب نسمع من ريم او نسمع ريم سمعنا منها نسمع من يلا يا ريم تفضل يا ريم. لا ما بيطلع لنا ريديوس. طيب ليش يعني؟ الصف الثاني كله صفار. ممتاز. بعد اللي قبل. ممتاز. لأن حكينا يا جماعة إذا كان عندي صف أو إذا كان وسط الماتريكس جميع مدخلاته زيرو لا يسمى ريديوس روشن فورم. حكينا عن نمبر 4 إنه ليس ريديوس روشن فورم. ننتقل إلى نمبر 5. ظهر عندك هنا الليدنج 1 أسفل منه زيرو، بالآر 2 ظهر الليدنج 1 أسفل منه أعلى منه زيرو، بالآر 3 ظهر الليدنج 1 الأسفل منه طبعا ما في الأعلى منه زيرو، إذا معناته يسمى reduced Roche-Chelin form. ممكن تحكي طيب هنا في سالب واحد، أنا ما لي علاقة باللي بعد الواحد، يعني العلاقة بالواحد يكون أعلى منه أسفل منه زيرو، لكن شو في بعده أنا ما يعني ما لي علاقة فيه. طب ممكن تحكي إنه لو كان بدل السالب واحد، يعني بدل السالب واحد لو كان واحد أيضا يا جماعة أنا لي علاقة بأول واحد، يعني الليدنج 1 اللي هو اللي ظهر أمامي هون الأول، الثاني لا يسمى الليدنج 1. بالنسبة إلى نمبر 6 عندي ليس ريديوس روشن فورم. طيب شو السبب؟ يلا مين حكينا السبب؟ فراس تفضلي. فراس أنا دكتور بالروت الروت الثاني الصف الثاني بالواحد فوق واحد
ومفروض يكون فوق الصفر. ممتاز. إذا هون لازم يكون يعني هون مفروض لحتى يكون reduced لازم يكون الأعلى من الواحد لازم يكون zero. بالتالي هو ليس reduced Rochelle form. طيب الحين هل في علاقة ما بين Rochelle form و reduced Rochelle form؟ نسمع من عمر. تفضل يا عمر. اه دكتور في علاقة انه كلهم اللي بطلب اللي تحته يكون صفر. لا السؤال يعني هل انه كل Rochelle form هو reduced Rochelle form او انه كل reduced Rochelle form هو عبارة عن Rochelle form؟ لا مش كل reduced بكون Rochelle form. مش كل reduced بيكون روشن فورم. طيب نسمع من سامي مشهور. تفضل يا سامي. دكتور كل ريديوس بيكون الروشن الروز. كل ريديوس روشن فورم بيكون عبارة عن روشن فورم. ممتاز. إذن يا جماعة العلاقة لاحظوا هون يا جماعة لاحظ مثلا عندي نمبر 1 هو عبارة عن ريديوس روشن فورم وهو أيضا روشن فورم لأنه مرة ثانية Rochelle form لازم يكون الأسفل منه زيرو. لاحظ أيضا number 2 هو عبارة عن reduced Rochelle form وأيضا هو Rochelle form. Number 5 reduced Rochelle form هو أيضا Rochelle form. لكن الاتجاه الثاني غير صحيح وإحنا بنعرف إنه أي اتجاه أو أي قاعدة حتى تكون غير صحيحة حتى نبين إنها غير صحيحة بنحاجة إلى example. الاكزامبل يا جماعه اللي هو نمبر 3 انا بدي اختار نمبر 3. لاحظ عندك هنا هو ليس ريديوس روشن فورم لانه لاحظ الواحد اسفل منه زيرو لكن الاعلى منه ليس زيرو بالتالي هو روشن فورم لكنه ليس ريديوس روشن فورم. ريم مصطفى تفضل يا ريم. لا كنت احكي عن العلاقه بس سوري دكتور. واضح العلاقة إن شاء الله. طيب الحين راح تسأل أو ممكن تسأل تحكي طيب طب شو علاقة هذا الموضوع بالجاوسن إليمينيشن والجاوس جوردن إليمينيشن؟ هي القاعدة هون يا جماعة. القاعدة إنه أنا بداية بدي أبدأ بالأوجمانتيد ماتريكس. حكينا الاوجمانتيد ماتريكس هو عباره عن جزئين الماتريكس A والماتريكس B. باستخدام الرو اوبريشنز العمليات الصفيه بدي احول الماتريكس A الى رو اشيرن فورم. يعني بدي يظهر عندي الليدنج 1 والاسفل منه 0. عمليه التحويل الماتريكس A الى رو اشيرن فورم باستخدام الرو اوبريشنز هذه يا جماعة طريقة الجاوسيان إليمينيشن. هذه الطريقة الأولى الجاوسيان إليمينيشن. طيب طريقة الجاوس جوردن إليمينيشن بتعتمد أن بتبدأ بالأوجمانتيد ماتريكس باستخدام الرو أوبريشنز العمليات الصفية بدي أحول الماتريكس A إلى ريديوس رو أشيرن فورم. يعني بده يظهر عندي الليدنج 1 والأعلى منه والأسفل منه لازم يكون عبارة عن زيرو. الحين الإشي مش واضح إيش هم الرو أوبريشنز العمليات الصفية. أوضحها هون على الهامش. العمليات الصفية هم عبارة عن ثلاث. إذا الرو أوبريشنز العملية الأولى multiply row I by k not equal zero. إذن أول عملية صفية
إني أضرب صف بعدد بشرط إنه هذا العدد لا يساوي زيرو. العملية الثانية interchange row I and j أو row I and row j. إذا العملية الثانية إن أعمل عملية تبديل ما بين صف I وصف j. العملية الثالثة add k times row I to row j. العملية الثالثة إني أضرب صف I بالعدد k وأضيف إلى صف آخر. إذا مرة ثانية إيش المقصود بالرو أوبريشنز؟ هم عبارة عن ثلاث، إني أضرب صف بعدد بشرط إنه هذا العدد لا يساوي زيرو. العملية الثانية إني أعمل تبديل ما بين صف I وصف J. والعملية الثالثة إني أضرب صف I بK وأضيف إلى صف آخر. الحين ممكن تسأل تقول هل في هناك عمليات على الأعمدة؟ الجواب لا. واضح التسمية هي raw operations، عمليات صفية، يعني العمليات بتكون فقط على الصف، ما في هناك إشي اسمه column operations. تفضل يا حسام. دكتور بس بدي أغلبك ترجع للمثال الثاني اللي هو تبع reduce. نعم دكتور، بالنسبة للفرع الثالث أنت حكيت نفس ما مكتوب هلأ، يعني شفت الصفر محطوط بدال الواحد والواحد محطوط بالصف الأخير. هلأ في ملاحظة بتحكي أنه إذا كان الصف الوسط كل فار معناه هو ما بكون غلط يعني. نعم. طيب هيك لو أنت شفت أنه الصف الأول فيه الواحد وتحته كله صفار وفوقه ما في إشي، والصف الأخير فيه واحد وفوقه كله صفار وتحته ما في شيء، شو بساوي بهالحالة؟ ليش خطأ يعني؟ هيك تنافوا الملاحظات فاتوا ببعض هيك. هذا هو تعريف التعريف الريديوس روشن فورم، تعريف روشن فورم يا حسام. بس أنا ما حبيت أذكر لك التعريف، حبيت أن تفهم الموضوع عن طريق الإكزامبل. يعني مثلا لو جينا على نمبر 2 هنا، لو جينا على نمبر 2 مثلا، لو مثلا الزيرو اللي هنا، عفوا الواحد لو صار زيرو، هذا يا جماعة لا يسمى reduce Russian form. ليش؟ لأنه حكينا يا جماعة المسموح أنه يكون في نهاية الماتريكس يكون عبارة عن أصفار. أوكي؟ يعني هذا الجزء ملاحظة ما حكيناها، أنه إذا كان في البداية أيضا يا جماعة أو في الوسط، إذا كانت الصفوف مدخلاتها زيرو لا يسمى Russian form ولا يسمى reduce Russian form. المسموح فقط انه يكون جميع المدخلات زيرو في نهايه الماتريكس، غير هيك لا. طيب دكتور، وبالنسبه للوحدات يعني فيني احكي انه درج انه الواحد بلش بالعمود الاول لازم اللي تحت يكون بالعمود الثاني، او بلش بالعمود التاسع لازم اللي تحت يكون بالعمود العاشر؟ لا مش بالضروره. صح؟ مش بالضروره. يعني لاحظ هنا، يعني لاحظ هنا بالنمبر 2 الواحد ظهر بالعمود الثاني واللي بعده اجى ظهر بالعمود الثالث. بالعمود الاول ما ظهر، ما ظهر عندي شيء العمود الاول. لو كان اللي بعده ظهر بالعمود الرابع غلط. لو ظهر هنا لا يسمى ريديوس روشن فورم، لان الواحد زي ما حكينا لازم الاسفل منه يكون زيرو، فلاحظ هنا الاسفل منه ليس زيرو. دكتور بس شغله كمان. تفضل. باذنك غلبتك. نفسه فرع اثنين، لو كان الصف الثاني فيه واحد صح؟ نعم. الواحد هذا بالصف الثاني كان في كمان عمود رابع، رحت نقلت الواحد للعمود الرابع. بدك يكون في عمود رابع هون يعني؟
في عمود رابع هون مثلا زيرو وهون واحد وهون واحد نعم واللي تحته صفار بس الواحد بالعمود الواحد بالصف الثاني شلته ما كان موجود هذا ما بدك اياه ما بدي اياه لا بدك زيرو هنا طيب الباقي هنا زيرو مش هيك هل هيك بحكم زيرو طيب الحين نيجي هنا على الار 1 الار 1 ظهر الواحد والاسفل منه زيرو نيجي على الار 2 طبعا هنا زيرو زيرو انت هذا اعتبرته زيرو هنا في عندي واحد. اوكي واحد الاعلى منه شو عندك؟ زيرو. زيرو. والاسفل منه زيرو اذا ريديوس روشن فورم ليش؟ ليش ما كملت؟ لانه عندي نهايه الماتريكس جميع المدخلات زيرو. طيب هيك دكتور في كمان شغله صار هيك عندنا. انه الواحد ما حكينا انه الواحد لازم يجي بالترتيب يعني الصف لا. الاول ظهر الواحد لا مثلا عندك هنا شوف انا ظهر عندي الواحد بالعمود الاول اذا بدي يظهر الواحد مسموح ليظهر بالعمود الثاني او ما بعد الثاني باي مكان باي مكان بس ممنوع يظهر تحتيه وممنوع يظهر قبله تمام هلا زي مثلا بنمبر 3 هنا ليش حكمنا عليه انه ليس ريديوس روشن فورم لانه الواحد بالار 1 كان بالعمود الثاني الواحد بالآر 2 كان بالعمود الأول. صحيح قبله اجى. ممنوع طبعا تحته طبعا واضح ليش انه ممنوع. واضح لكن ممنوع يكون قبله كمان ماشي اذا بده يظهر بده يظهر بعده هسه وين بعده مش مشكلة وين بعده. بأي مكان بعده بس أهم شيء بعده. المهم يكون بعده. تمام. يعني مش بالضرورة مثلا هون يظهر بالعمود الثالث. ايوه انا هذا كان. المهم يظهر بعده. تمام شكرا لك يا دكتور غلبتك معك لا بسيط الحين هون يا جماعه اذا مره ثانيه بدي ابدا بالاوجمنتد ماتريكس باستخدام الرو اوبريشنز عرفناهم هم الثلاثه اني اضرب صف بعدد لا يساوي زيرو اعمل تبديل اضرب واضيف لصف اخر باستخدام هذه العمليات الثلاث بدي احول الماتريكس A الى رو اوشن فورم هذه طريقة الجاوسن إليمينيشن. طريقة الجاوس جوردن إليمينيشن باستخدام العمليات الثلاث بدي أحول الماتريكس A إلى ريديوس روشن فورم.